الكهرباء قصة كبيرة بلبنان. نجوى كرم تعلق على انقطاع الكهرباء وكاظم يتجاهل الشائعات. في شائعة يعني جديدة. هيك كانت أجواء الحفل اللي جمع كاظم الساهر ونجوى كرم في كوكاكولا أرينا في دبي ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق. وتفاعل الجمهور كان كبير معهم، فقدمت نجوى عدد من أغانيها القديمة والجديدة مثل ما حدا لحدا، روح روحي، عاشقة أسمراني، خليني شوفك بالليل، تعا بورد بقلبي، أنت كتير حلو وغيرها. أنت كتير حلو كتير وتألقت بفستان أبيض بسيط مميز بالحركة عند منطقة الصدر من تصميم توني ورد. وقبل هالحفل تصدرت نجوى الترند خلال الريهرسل، فانتشر فيديو لإلها لما بتروح الكهرباء وهي عم تتمرن وبتكمل ما كأنه صار شيء. طلعت اليوم على المسرح والكل كان مطروب، وحتى شفنا الطرب على الستوري وانت عم بالبروفات بس انقطعت الكهرباء. الكهرباء قصة كبيرة بلبنان، ان شاء الله منتوقع انه لبنان يرجع لنا وترجع مش كهرباء، نور يرجع يطوق البلد لنخلص من هالظلم اللي عايشين فيها. هيك بالعادة بس تقطع الكهرباء بتاخديها بعفوية وبتكفي إجباري، يعني نحن بلبنان شعب تعودنا على الصدمات والأسى أو على الظلم وتعودنا نتخطى كل شيء، ونحن شعب الحياة اللي ما بيموت لأنه إلهنا إله حياة منه إله موت. أما كاظم فكمان كان حديث السوشيال ميديا مع انتشار شائعة وفاته قبل صعوده على المسرح، الأمر اللي أغضب معجبين. الحمد لله أنت منيح، طمنا عنك، كيف صحتك؟ الحمد لله تمام الحمد لله. كيف عم يعني برغم مسيرتك الفنية الطويلة كيف بعدك بتتعامل مع الإشاعات؟ أنا أولا حقيقة ما أعرف عن الإشاعات وما أقرأ، لأن وقتي أنا أعتبره ثمين جدا، يعني أنا عندي مثل هذا الجمهور اللي تابعني وصار لسنوات معايا وينتظر من عندي الكثير، ما عندي وقت بصراحة، أكثر أوقاتي أنه بحث عن أفكار جديدة، أتمرن كثير، أستمع يعني تذوق الموسيقى، هذا درس عندنا في معهد الموسيقى ومتابع لحد الآن، يعني أخبار العالم لازم الصبح أقراها من طقوس اليومية اللي أعملها، باقي اليوم يعني ما أعتقد لي المجال، أنه حقيقة ما أعرفها، لا إشاعة ولا أعرف ما في إشاعة يعني جديدة. في إشاعات كتير بس إحنا ما بدنا، يعني ما بعرف إذا قريتها، بس إحنا خلاص بمجرد ما أنت موجود ما أعرفها، يعني أنت يمكن راح أسمعها منك الآن، ما أعرف، سامحني. خلص المهم انت، انا اعرف هناك يعني هناك الحب يطاردني في كل مكان وهذا شيء عظيم، هذا من محبه الجمهور الكبير لك، جمهوري العزيز، يعني حقيقه هذا الحب اول ما اكون يعني باي حاله باي حزن باي موجودين دائما معي يرفعوني لشيء رائع جدا. وهالحب الكبير شفناه خلال الحفل، فقدمت له واحدة من الفانز الورود. والأكيد أن الجمهور كله استمتع بأغاني كاظم المميزة، فقدم الكثير منها مثل عيد العشاق، ها حبيبي، الحلوة، يجي الليل، أحبيني وغيرها. شو